تسم الله اللمعة إن شاء الله. غير شكل مرحبا أحبائك، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وبألف خير. انتو عم بتشوفوني يمكن فجأة أحبائي يطلع على بالنا نوتيلا ونحن ما عنا نوتيلا بالبيت، أو حتى يمكن ابننا أو بنتنا تصير تبكي وبدها نوتيلا وما موجود عنا بالبيت، أو يمكن يكون الوقت مأخر بالليل. اليوم رح أعملكن أسرع نوتيلا بالعالم، بدقيقة ونص بيكونوا جاهزين، طريقة ولا أروع، مكونات كتير بسيطة. هلأ بتشوفوا المكونات كتير كتير بسيطة لنحصل على أطيب نوتيلا صدقوني بالتاريخ. بالنسبة للمكونات أحبائي، عندي هون زيت، طبعا الكمية أنتو بتتحكموا فيها، فيكن تحطوا كباية كاملة من الزيت أو فيكن تحطوا نص كوب من الزيت، المهم كل الكمية اللي بدي استخدمها تكون كلياتها نفس الشي. عندي هون نص كوب من الزيت، عندي نص كوب من الحليب، نص كوب من السكر، ونص كوب مثل ما شايفين من الكاكاو المر. هيدول هن المكونات مش اكتر ولا اقل احبائي. طريقة جدا سهلة، اذا عندكم المكونات بقلب البيت هلا قوم اعملوها، رائعة رائعة رائعة، ما بتاخد دقيقة ونص بالتحضير. هو هن اذا المكونات لنباشر بطريقة العمل. بس بالبداية حطوا لايك للفيديو اذا كنتم من المتابعين الجدد احبائي، وحبيتوا الفيديو وحبيتوا المحتوى انزلوا هلا لتحت لاسفل الشاشة ادبسوا اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم مني كل جديد. اهم شيء وقت بدنا نعمل النوتيلا البيتي يكون عندنا خلاط، بدون خلاط مش رح تزبط. بتخيل اكترية الناس عندها خلاط. بالبداية رح ننزل الزيت، هيدي اول خطوة، اكيد مش رح ننزل الكاكاو المر لانه غلط يتنزل المواد الجافة اول شيء بالخلاط، لذلك رح ننزل اول شيء المواد السائلة. رح ننزل الزيت، بسم الله. برجع بذكر فيكن طبعا تتحكموا بالكمية، انا بدي اعمل كمية كتير صغيرة، اذا بدكن كمية كبيرة فيكن طبعا تحطوا كوب كامل او تغيروا الهيدول الاكواب وتحطوا باكواب ازاز وتكون كتير كبيره. بس اهم شيء احبائي يكون كل المواد نفس الشيء. عندي ايضا هون الحليب كمان رح نزله، بسم الله. صار عندي مثل ما شفتوا زيت وحليب، رح ننزل ايضا السكر. بالنسبة للكاكاو أنا ما رح نخلهم بالمرة، ما ضروري أبدا يتنخلوا، والسبب طبعا إنهم رح ينخلطوا بالخلاط وكلياتهم رح يتفتتوا بقلب بعض. ننزلهم شوي شوي، بسم الله. مثل ما شفتوا أحبائي بطريقة كتير بسيطة وبمكونات كتير سهلة رح نقدر نحصل على أطيب نوتيلا وأسرع نوتيلا بالتاريخ. ما بتخيل في أسرع من هيك نوتيلا بعد. هلا إذا بتحبوا تضيفوا نكهات فيكم تحطوا الفانيليا إذا حبيتوا، بس أنا طبعا بحاجة لأحصل على نكهة النوتيلا. هلا إذا بتحبوا بديل الزيت فيكم تحطوا الزبدة المذابة، بس طبعا يفضل الزيت كرمال يضل عنا النوتيلا البيتي يضل سلس معنا وما يتجمد وقت ينحط بالبراد. هلا احبائي رح نباشر بخلطهم كلياتهم مع بعض. صار عندي النوتيلا احبائي جاهز، ما اخذ معي ابدا وقت بالمره،
مثل ما شايفين دقيقة ونص، أقل من دقيقة ونص حضرنا المكونات وعملناهم، وهلأ جاهزين للصب. شفتوا بسم الله طالعين غير شكل. يعني هيدي للأوقات الصعبة بنقدر بسرعة نعملهم بكل بساطة. بسم الله اللمعة إن شاء الله غير شكل. طبعا هلا وقت ينحط بالبراد رح يجمد اكثر بكتير، لانه هلا الدنيا شوب مثل ما شايفين. شفت اسم الله، ولا اروع من هيك شوكولا، او ولا اروع من هيك نوتيلا. بيتيه سريعة جدا للاوقات الصعبة، طعمتها رائعة رائعة. شفت اسم الله غير شكل. ان شاء الله يا رب احبائي هيدا الفيديو يكون كتير حلو واستفدتوا منه وحبيتوا الفكرة. فكرة بسيطة كتير من هالمكونات اللي كتير كتير سهلة، قدرنا نعمل نوتيلا بدقيقة ونص او شبيه النوتيلا، يمكن اطيب من النوتيلا، لانه اصلا نحن عاملينه عيدنا بالبيت وعارفين شو محطوط فيه. ما في اي مواد حافظة، ما في اي مواد منا مزبوطة بقلب طبعا الخليط اللي عملناه. معكم مع تحياتي، بحبكم كتير كتير كتير. الى اللقاء، ما تنسوا من اللايك كتير كبير للفيديو، واكيد اشتراك بالقناة. الى اللقاء.